طب لو الزوج كسول، ولا عايز يشتغل ولا عايز يسعى ولا بيشتغل ولا اي حاجه ولا عايز يبحث اصلا، في الاول وفي الاخر بنستعين بالله سبحانه وتعالى على الامر ده، ربنا يوسع على الجميع، لكن لازم ياخد بالاسباب، لازم يعمل، ياخد بالسبب، يعمل جاهدا ولو بدخل بسيط. تمام، حرام بقى تيجي الزوجه، يعني هو الراجل خلاص راح وحاجه بسيطه وده قدر، يعني ده مقدرته، ده سعته، ما نقعدش نعذبه بقى بقدر ربنا عليه ونكرهه وهو ايه وهو لا لا لا. ممكن الواحد يواجه حاجات في الحياه خارج ارادته اصلا، هو ده او مثلا واحد تفضل زوجه مثلا تقول لي ايه ده عنده دخل في مشروع، بص بينضحك عليه وبيخسر فلوس وبيفشل وبتاع، طب نساعد، طب ندعي له، طب نقول له خد بالاسباب ونستشير، اسال واستشير اصحاب الخبره الناس الثقه اللي مرت بحاجه زي كده، لكن ما نقعدش نعذب بقى ونزيد بلاء فوق بلاء وكذا ونبقى احنا عبء وضغط نفسي زياده عليه فيكون مبتلى، وتقتل الزوجه بقى تزيد الابتلاء عليه، يبقى هي ابتلاء فوق بلاء. لا، بناخد بالاسباب، طالما هو بياخد بالاسباب وبيجتهد مش متواكن، انا بتكلم عن الناس السويه نبكوا سواء. طب الزوجه اللي سمعتني النهارده ودخل في قلبها نور الايمان باسماء ربنا اسم الله القابض الباسط، تعلم خلاص علم اليقين ان القبض والباسط اولا واخر بيد الله، فتلجا لله سبحانه.